صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك يا نهاوند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده فقرتنا فقره اخبار النادي الاهلي. هكون معاكم هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتحديدا من مجمع حمامات الا سباحه، عشان اخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، واكيد الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. يمكن خلاص يعني بعثه فريق النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وصلوا امبارح في تمام يعني تقريبا في تمام الساعه 1 صباحا الى مطار الدوحه، استعدادا لمواجهه فريق نهضه بركان الا مغربي يوم الجمعه المقبل في تمام الساعه 6 طبعا. والمنافسه هتكون على البطوله او اللقب الافريقي اللي غايب عن النادي الاهلي، وهو لقب كاس السوبر الافريقي. طبعا بنتمنى التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي، وان هو يحصل او يتوج بلقب الجديد ده عشان يسعد جماهير النادي الاهلي دايما زي ما بفرحه في جميع البطولات. ده بالنسبه لفريق كره القدم. بالنسبة لفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة مدربنا البرتغالي مستر ماريو بالما، يمكن النهاردة إن شاء الله يا نهاوند يا كريم هتكون تاني تجربة يعني ودية لمستر ماريو. النهاردة يعني فريق النادي الأهلي هيواجه نادي الجزيرة وديا، يمكن واجهه يوم السبت الماضي وديا وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بفارق نقطة واحدة بنتيجة 90-89. النهاردة إن شاء الله هنواجه نفس الفريق ولكن على صالة المقاولون العرب الساعة 7 بالليل، وهت تعتبر يعني دي اخر مباراه وديه او اخر تجربه او بروفا يعني قبل انتهاء فتره التوقف، لان طبعا عارفين ان فريق السله بالنادي الاهلي هيواجه نادي الاتحاد السكندري بعد فتره التوقف في الدور النصف النهائي من بطوله الدوري طبعا بنظام ذا بيست اوف 5، ومطالب من النادي الاهلي ان هو يعني يفوز بثلاث مباريات من اصل 5 مباريات عشان يضمن التاهل للدور النهائي من بطوله الدوري. ده بالنسبه لرجال السله. بالنسبه لرجال الطايره النهارده ان شاء الله هيتمرنوا الساعه 5 في الجيم الاول، وبعد الساعه 5 الساعه 6 في صاله الامير عبد الله الفيصل تمرين عادي جدا كره طايره عشان يستعدوا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام نادي طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل الساعة 6 على صالة نادي الجيش، ودي طبعا هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري. يمكن خلاص فاضل 3 مباريات يا كريم ونهاوند في بطولة الدوري بالنسبة لرجال الطايرة، يمكن فازوا على نادي الاتحاد السكندري في المباراة الماضية بنتيجة 3-0 لا شيء يوم الجمعة الماضية، فاضل لهم خلاص مباريتين، مباراة طلائع الجيش ومباراة الزمالك في بطولة الدوري. لو فازوا بالمباريتين هيتوجوا لقب بطوله الدوري، ولكن برضو الموسم لسه ما انتهاش بالنسبه لهم، هيكون لسه في بطوله كاس مصر في شهر 6 شهر المقبل من يوم 1/6 حتى يوم 15/6 بالظبط. كمان سيدات الطايره النهارده هيتمرنوا الساعه 6:30 على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي عشان عندهم برضو مباراه مهمه في بطوله كاس مصر، مباراه سيمي فاينل. يمكن سيدات الطايره يعني هوندو كريم ما لعبوش يعني مباراه دور الا 8 في البطوله عشان يعني الفرقه اللي كانوا هيلعبوها سواء فرقه اصحاب الجياد او 6 اكتوبر انسحبت من البطوله، ف يعني النادي الاهلي مباشره تاهل لدور النصف النهائي او سيمي فاينل من البطوله، ومنتظر الفائز من مباراه دلفي او سبورتنج عشان يواجهوا في السيمي فاينل من بطوله كاس مصر يوم 4/6 يوم 4 بالظبط يعني الشهر المقبل. ده بالنسبه لكره الطايره داخل النادي الاهلي. كمان يعني خليني اقول لكم اتكلم شويه عن يعني احوال فريق الاول لكره اليد سيدات رجال، وكمان فريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن علي هاشم. يمكن ثلاث فرق دول لحد دلوقتي هم لسه في فتره يعني راحه بعد انتهاء السيزون، ان شاء الله هيعودوا يعني تقريبا في منتصف شهر 6 او في اخر شهر 6 الشهر اللي جاي ان شاء الله. يمكن لما هيعودوا للتدريبات مره اخرى الجمعيه داخل مقر النادي هتكون فتره اعداد للموسم الجديد، فهيعودوا يعني تقريبا ان شاء الله في منتصف الشهر او في اخره. كمان شباب الطايره فازوا على نادي الزمالك امبارح بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الدوري الجمهوريه، ورجال او شباب السله 16 سنه فازوا على نفس الخصم نفس الفريق وهو نادي الزمالك بنتيجه 87-60، وكان في نفس البطوله كان في بطوله الدوري الجمهوريه. يعني نقدر نقول يا كريم ويا نهاوند يعني العاده دي مش بس عند فريق الاول لكره القدم ان هو يفوز على نادي الزمالك، لا العاده دي كمان موجوده يعني في مختلف الالعاب والاعمار. يمكن دي يعني يا نهاوند ويا كريم كانت كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه سالة حامد مراسله قناه النادي الاهلي المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليكي وبنشكرك جزيل الشكر.